السلام عليكم طلبة الأعزاء. اليوم راح ندخل موضوع جديد، هو الموضوع الهيدروليك ديزاين اوف ريجوليترز. تصميم النواظم الهيدروليكية. بالمحاضرات السابقة أكيد إحنا تعلمنا شلون نحسب القوة المؤثرة على المنشآت الهيدروليكية، وقدرنا نحسب الـ thickness of flow اللي هو سمك أرضية المنشأ الهيدروليكي، وبنفس الوقت قدرنا نحسب الأبعاد التقريبية للكتوف للركائز في نفس الوقت. وكذلك هناك بعض من النظريات، مجموعة من النظريات ابتداء من نظرية بلاي وانتهاء من نظرية خوسلي، وكذلك حسبنا النسب المئوية لضغط الإصعاد المهمة جدا في حساب سمك الأرض المنشآت الهيدروليكية، والإكزيت جرينيانت في نفس الوقت المهم جدا في حساب في تدقيق سلامة المنشأ الهيدروليكي بالطول بأرضية أفقية مناسبة. اليوم راح نتناول الموضوع جديد، موضوع مهم جدا، هو موضوع النواظم الهيدروليكية، وهي أحد المنشآت السيطرة على المياه خلال المجرى المائي. هاي المنشآت الهيدروليكية إلى فوائد كثيرة حقيقة، من أهم فوائدها هو السيطرة على كمية ومناسيب المياه في المجرى المائي. طبعا هو ما يختلف، النواظم ما تختلف اختلاف كثير عن السدة، لكن هناك الفرق فقط في الحجم. نيجي لموضوع مهم جدا، النواظم. عندنا مجموعة من عندنا نوعين من النواظم. النوع الأول يسمونه الكروس ريجوليترز، والنوع الثاني الهيد ريجوليترز. هذا هو النوع الأول وهذا هو النوع الثاني. كلاهما نفس طريقة التصميم، يعني ما تختلف أنواع التصميم بيناتهم. لكن شنو الفرق بين الكروس ريجوليتر وشنو الفرق بين الهيد ريجوليتر؟ بشكل سريع جدا ممكن أراويكم أن الكروس ريجوليتر بالرسم اللي موجود هنا هو المنشأ الهيدروليكي، هو المنشأ الهيدروليكي عبر مجرى الماء أو عبر النهر، أو ينشأ على النهر. هذا الناظم مهم جدا في كمية الماء، في رسم التنظيم كمية الماء والمناسيب في مقدم ومؤخرة القناة الفرعية. وهذا هو تعريفها عندكم بالإنجليزي اللي موجود هنا. نفس الوقت الهيدروجليتر إذا تلاحظه هو المنشأ الهيدروليكي، هو الناظم الهيدروليكي اللي موجود في مقدمة القناة الفرعية. هذا الناظم مهم جدا ويلعب دور فعال جدا في السيطرة على الرسوبيات. هناك رسوبات كثيرة جدا هذا يسيطر عليها، وهذه الرسوبيات تسبب في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان السدود، تؤدي إلى غلق البوابات النواظم الهيدروليكية. بالتأكيد إلى فوائد جدا مهمة في عمليات الفيضان في نفس الوقت. إذا كان هناك فيضانات ممكن في النهر، ممكن النواظم اللي موجودة هنا تخفف من حدة الفيضان اللي موجود في النهر. هذا بشكل تفصيلي النوعين اللي موجودة عندنا بالنواظم اللي راح نتناول تصميمهم بالمحاضرات في محاضرة اليوم إن شاء الله. ننتقل إلى التصاميم، إلى تصميم الهيدروليك ديزاين الريجوليتر. هناك مجموعة خطوات راح نتبعها لغرض معرفة كيف يتم تصميم النواظم الهيدروليكية. أول خطوة مهمة جدا هو تصميم الأوبن شانلز، تصميم القنوات الاقتراب، قنوات الاقتراب. أعتقد أنتم بالسنوات السابقة وأخذتوا كيف يتم تصميم قنوات الاقتراب، التربوزويدال شانل اللي موجود عندنا، هذا أكو اللي هو أوبن شانل في نفس الوقت اللي هو من
من القنوات المهمة وكثيرة والمتداولة حاليا في المشاريع الري. هذه القنوات إذا نعرف شلون نعرف تصميمها، أكو معادلة وأنا أتذكر أنتم ماخذينها المعادلة سابقا ويسمونها مانينج فورمولا، هي معادلة مانينج. هاي المعادلة تستخدم لمعرفة ارتفاع الماء اللي موجود عندنا، وفي نفس الوقت عرض القناة البي هنا. ملاحظة قبل ما ندخل لتفاصيل التصميم، هنا بالنسبة للقنوات الشبه منحرفة اللي موجودة حاليا، ان الواي اللي موجودة دائما في اثناء تصميمها وايجادها في بعض كثير من التصاميم، وكثير من الأساتذة الكرام في جامعات العراق ينصحون بوضع بإضافة 20% فوق الارتفاع اللي موجود ارتفاع الماء لغرض تجنب الفيضان الماء. يعني إذا كانت عندك ارتفاع ماء كذا، ارتفاع ماء يضيفون ارتفاع للهيكل اللي موجود عندنا هنا 20% من هذا الارتفاع. إذا كان هناك أي فيضان فممكن هذا الجوانب القنوات ممكن تصد هذا الفيضان. تمام. معادلة مانينج هي موجودة حاليا، يعني بالمحاضرات اللي موجودة ولو رفعتها بالجوجل كلاس روم هي ما موجودة هذه المعادلة، لكن هنا أثناء الشرح ممكن أنت تستفاد من عندها أو تسجلها عندك. المعادلة عبارة عن كيو يساوي 1 over n في r مرفوع 2/3 في s في a. تذكرون q هو the discharge، هو التصريف اللي موجود في القناة، والn هو معامل الخشونة أو معامل مانينج، وهذا يختلف حسب نوعية التبطين عندنا للقناة. فإذا كانت قناة كونكريتية فيستخدم المعامل 0.015، وإذا كان في بعض الأحيان هناك قنوات تبطن ستيل يستخدم 0.01. هذين فاكتورات موجودة في معامل الخشونة. عندنا الأر اللي هو نسميه نصف القطر الهيدروليكي الهيدروليك ديديوس، واللي هو معادلته حاليا أر اللي موجود هو عبارة عن A over P. ال A اللي هو الكروس سكشن اريا ما تجريان الماء، ماشي، وال ال P اللي هي معادلته اللي يسمونها ال weighted parameter اللي هو المنطقة الملامسة للماء، واللي تساوي B 2Y على 1 + m² في نفس الوقت. عندنا ال S اللي هو الستوب اوف انرجي جريدينت، هو الستوب اللي موجود على امتداد القناه، هذا في بعض القناه يسمونه الميل الطولي للقناه. هاي المعادله ممكن نقدر نستخرج عرض القناه من خلال الكروس سكشن اريا اللي موجود عندنا حاليا في اي، والاي هي تساوي اذا تتذكرون عباره عن بي P Y زائد Z زائد Z Y Z أو زائد M Y عفونا، اللي هو الميل الهيدروليكي. هذا أول خطوة مهمة جدا. الخطوة الأولى نصمم القنوات الاقتراب اللي هي القنوات اللي يصير هي قبل أو بعد النظام الهيدروليكي، المشي الهيدروليكي. نجي نحسب حاليا، ننتقل للخطوة الثانية. الخطوة مهمة جدا واللي هي تدخل في صلب هذا الشابتر، وهي تصميم العرض بوابة الأبواب، عرض أبواب المنشأ الهيدروليكي اللي يسمونه width of gated section اللي هو مساحة المجرى المائي للناظم، المساحة من المنشأ للناظم الهيدروليكي. هذا مهم جدا. طبعا المساحة تشمل كل الأبواب، هذه المساحة اللي موجودة، لكن بدون الدعامات. إذا تلاحظ أن هذا مثال بسيط خليتكم إياه، هذه هي البوابات باللون الأسود، وهذه النواظم، وهذه هي الدعامات.
فمن تريد تحسب الاس او تريد تحسب الويث اوف ذا جيت سكشن او عرض المجرى المائي على امتداد النهر، من المحتمل ياخذ كل النهر على عرض النهر بشكل كامل او من المحتمل اقل من عرض النهر. فلذلك عرض المجرى المائي هو يشمل فقط العرض الصافي بدون الدعامات. كم بوابة عندك هنا؟ اذا العرض تجمعها يطلع هو عرض المجرى المائي. هذا ممكن ايجاد العرض المجرى المائي بناء على المعادلة التالية: Q تساوي CD دوت S دوت YT تحت الجذر 2GH. نجي واحدة واحدة. الQ هو التصريف اللي هو discharge design discharge، هو تصريف الماء، تصريف الماء اللي موجود سواء كان في النهر أو في القناة حسب التصريف اللي موجود عندنا. عندنا الCD، الCD اللي هو discharge constant اللي هو معامل التصريف، وهذا معامل التصريف مهم جدا تعرف، يعتمد على نوع الباب اللي راح تستخدمه، يعتمد على نوع الابواب المستخدمه في النظام الهيدروليكي. فاذا كانت ابواب مربعه فيستخدم معامل 82، واذا كانت ابواب دائريه فيستخدم معامل 92. الاس هو عرض المجرى المائي، هذا هو المهم جدا، وهذا هو المجهول في المعادله، هو المجهول في المعادله، وقلنا هو عرض المجرى المائي لكل البوابات ما عدا الدعامات. الواي تي، واي تي يسمونه اللي هو تيل ووتر، تيل ووتر وهو تيل ووتر اللي نسميه ارتفاع الماء بالداون ستريم. في كثير من الاحيان هو عبارة عن واي تي اللي موجود عندك هنا، هو داون ستريم ووتر ليفل، هذا الواي تي داون ستريم ووتر ليفل ماينس البيد ليفل، ماينس البيد ليفل، فتعرف الواي تي اللي هو منسوب الماء بالداون ستريم، منسوب الماء في الداون ستريم. تحت تيذر 2 جي اتش، جي هو تعجيل الارضي، وال H اللي هو قلنا الأبستريم والداونستريم اللي هو الهيد، هو الفرق المنسوب بين الأبستريم والداونستريم اللي هو بعد وقبل البوابات. هذه هي المعادلة الموجودة عندنا، أو ممكن نبسطها بالشكل التالي: كل المعادلة نفس الشيء، معادلة A، الA هو الكروس سكشن، والعبارة عن YT في الS، وهو موجود هنا بالتعريف على الكروس سكشن أريا للبوابات الواي اس في الواي تي. نجي للاتش اللي قلنا عليه، هو يخل بالمعادلة التالية في نفس الوقت، هو اتش سمول زائد اتش اي. الاتش سمول اللي هو ابستريم موتر ليفل، خلينا نقول ابستريم موتر ليفل ناقص الووتر ليفل بداون ستريم، الووتر ليفل بداون ستريم بيطلع لك اتش. اضافه لذلك زائد الاتش اي اللي هو ما يسمى بالفيلوسيتي هيد، ما يسمى بالفيلوسيتي هيد، اتش اي فيلوسيتي هيد. الفيلوسيتي هيد يساوي في سكوير اوفر تي جي، في سكوير اوفر تي جي. هذا الفيلوسيتي هيد كثير من الاحيان هو قليل جدا، لذلك بعض الاحيان هو يهمل، لكن اذا طلب بالسؤال فيجب ان يضاف للاتش، قيمته تكون قليله جدا فيضاف للاتش في نفس الوقت، في سكوير اوفر 2 جي. والفي سكوير هو تعرف انت الكيو اوفر اللي هو فيلوسيتي، واللي هي تساوي التصريف اوفر اي كروس سكشن اريا من القناه، ويساوي كيو اوفر اي اذا تتطلع الفيلوسيتي في نفس الوقت. هذا هو كيفية حساب عرض البوابات، عرض البوابات بالنظام الهيدروليكي. هذين المعادلات مهمة جدا، المعادلات هذه المعادلة بالذات مهمة جدا، هذه المعادلة يعني من خلال هذه المعادلة ممكن نحسب نكتسب عرض المجرى المائي. هناك بعض الحالات
مهمة جدا تستخدم يسمى حالات تدقيقية، يسمى حالات تدقيقية. هاي الحالات مهمة جدا معرفة ارتفاع، يعني احنا بهذه المعادلة عرفنا عرض المجرى المائي، لكن ما زال غامض عندنا ارتفاع الدبليو او ارتفاع القناة، ارتفاع المجرى المائي. لقيت راح نقدر نفتح البوابات، لقيت راح نفتحها. فبالتالي هذا كذلك هناك اهم علاقة تصميمية مهمة جدا راح نتعلمها في المحاضرة هذه. طبعا بس ملاحظة، هذا مثال بسيط. كثير من النواظم، هناك مسطرة موجودة على الدعامات الجانبية. هاي المسطرة تشمل بها مجموعة ارتفاعات، مجموعة هيد. هذا ارتفاع هو يسمونه ارتفاع الماء، يعني الناظم قبل الناظم هناك مسطرة. مسطرة هاي تحدد لك منسوب الماء. فالناس اللي تشتغل بالريجوليتر بالنواظم، فمن يعرف انه منسوب الماء ايش قد عده وصل عده بالنهر بالفيضانات او قبل الفيضان او اي منسوب معين، ممكن من خلاله يسقطه يقدر يعرف التصريف المطلوب التصريف المطلوب للناظم. بالتالي من خلال هذا التصريف ممكن يقدر يسيطر على البوابات للمشا الهيدروليكي، فيقدر يفتح البوابات حسب التصريف المطلوب في الناظم. طبعا كثير من النواظم هناك سيطرة نوعية، هناك PLC، هاي السيطرة النوعية موجودة، يقدر يعرف في غرفة خاصة أو خارج الناظم الهيدروليكي ممكن يسيطر على ارتفاع أعماق البوابات، فيقدر يعرف من البوابة أولى وثانية وثالثة وهكذا، يقدر يسيطر على يعني كمية الماء الداخلة إلى الخارجة من الناظم. فهذا هو مثال بسيط عندنا موجود عندنا هنا حاليا. في نفس الوقت لازم نعرف العلاقة اللي قلنا عليها هي بين الهيد وبين التصريف. هناك بعض الحالات، منها الحالة الأولى اللي هي الفري فلو اللي هو الجريان الحر. هذا الجريان الحر متى يحدث؟ هذا الجريان يحدث عندما يكون التيبل ووتر، عندما يكون الماء الموجود في بعد أبواب النواظم الهيدروليكية يسمح بحدوث الهيدروليك جامب اللي هو القفزة الهيدروليكية. حاليا إذا تلاحظ هذا اللي موجود، هذا الووتر تيبل، هذا اللي هو الووتر أو تيبل ووتر Y3، عندما الووتر تيبل هذا يسمح بحدوث قفزة هيدروليكية بعد المجرى المائي، يعني W المعينة اللي هو ارتفاع منسوب الماء اللي هو تحت البوابة. تخيل انه البوابة هنا وهي W، فهذا W العرض. لما تسمح هناك في بعض المنشآت يحتاج من عندنا هيدروليك جامب اللي هو قفز الهيدروليكي، ممكن يستفاد من عندها في توفير الطاقة الكهربائية او توفيرها في نحتاجها في اغراض اخرى. فممكن تتعرفها عندما يكون Y3 اللي هو تيبل اوف ووتر او ووتر تيبل اللي موجود هنا يسمح بحدوث الحدوث الهيدروليك جامب. هاي الحالة هما تسمى الفري فلو اللي هو الجريان الحر. The free condition and the free flow occurs when the tail water اللي هو الماء عند المخرج is sufficient low to allow the hydraulic jump to occur downstream of the gate. بهاي الحالة إذا تريد تعرف ارتفاع، إذا تريد تعرف الدبليو هنا، الدبليو اللي هو ارتفاع منسوب الماء أو ارتفاع البوابة المطلوبة، فممكن نطبق المعادلة التالية. المعادلة هي QCD.S.W تحت الجذر 2GH، نفس المعادلة السابقة اللي موجودة عندنا. هاي المعادلة الموجودة عندنا، لكن
ممكن تستبدل فقط الواي تي تستبدل بالدبليو. فأنا أعتقد بالمعادلة اللي عندكم بالمحاضرات اللي موجودة اللي ذاكر لكم إياها أنا كاتبة دبليو اللي موجودة هنا هاي دبليو. وممكن بالتعويض وممكن نعرف ما هي الكيو الديتشارج التصريف اللي مسموح عندنا. سي دي ممكن في بعض الأحيان ينطي قيمته وبعض الأحيان ممكن نستخرجه بالمعادلة التالية. اس هو اوريدي عرفناه بالفقرة 2 اللي هو عرض المجرى المائي، والدبليو هو المجهول. وممكن نعرف الجي نعرف الاتش نفس الشيء، ممكن نعرف معناته مجهول والدبليو نقدر نعرف ارتفاع منسوب الماء المطلوب لتصريف معين. هذا هو الفلو الفري فلو، هذا هو الجريان الحر. إذا ننتقل لكن إذا لكن في حال انغمرت الهيدروليك جام، في حال انغمار الهيدروليك جام اللي هو عندما تنغمر القفزة الهيدروليكية، عندما تنغمر القفزة الهيدروليكية اللي هو بالداون ستريم، عندما تنغمر اللي موجودة بالشكل التالي، فأصبحت تقريبا المنسوب الدبليو هو قريب من المنسوب الواي 3 اللي هو تيبل ووتر. في بيت هذا في هالحالة نحن نستخدم الشارتات اللي موجودة عندكم اللي خلت لكم اياها في نهاية هذا الفصل وانا نفس الوقت عندي مثال راح اقول لك شلون تتعلم شلون تحسب السميرج فلو اللي عندنا. اذا كانت عندك حالة السميرج فلو عندما تنغمر، عندما يكون ارتفاع الماء عند المؤخر الناظم قريب جدا من ارتفاع المطلوب الارتفاع الدبليو اللي موجود، نقدر نستخدم الشارت. والشارت اذا موجود عندك هنا بالمثال بالسؤال هذا هو الشارت عبارة عن WY1 Q سكوير Y1 3، وهذا اللي موجود عندنا هذه الكيرفات اللي موجودة هنا هاي الكيرفات واضح جدا عندنا حاليا. هذا السؤال عندنا W في Y1 وعندنا هذا الـ X axis عندنا Q سكوير على Y1 مرفوع لأس 3. الـ Q هنا هو التصريف الوحدة للتصريف، الـ Q هو التصريف لكل وحدة عرض، يعني هنا لكل وحدة عرض عندنا المجرى المائي هو الاس، فهنا الكيو لازم تقسمها على اس يطلع لك الكيو هنا سكوير. الواي 1 راح نجي ناخذها شلون نحسب الواي 1. في نفس الوقت عندك الواي تي، ما يفترض هو متوفر عندنا واي تي اوفر واي 1، راح من عندك هاي القيمة وعندنا القيمة هذه ممكن نسقطها نقدر نعرف الدبليو على الواي 1 وبالتالي نقدر نعرف قيمة الدبليو في الحالة الثانية. هذا هو الحالة الثانية اللي عندنا. كثير من الأحيان يكون دائما الناظم منسوب القاع مالته، الناظم منسوب القاع مالته يختلف عن منسوب النهر. يعني هسه تخيل انه هذا الناظم عندنا، هذا هو مكان الناظم، فمنسوبه هنا اذا تلاحظ هذه الحاله يسمونها دراوند ويل او عندك كريست، هذا اللي موجوده حاليا هنا هاي جدا مفيده. هذا منسوبه يختلف عن منسوب النهر ونفس الوقت يختلف عن منسوب الريفر. هاي الكريست هي مهمه جدا، يا أغلب المصممين يضعها تحت الناظم تحت الأبواب
على مود يتجنب تجمع، يجنب سدود الأبواب نتيجة الترسبات. أغلب الترسبات راح تتكدس في الطريق هنا، وبالتالي ممكن إزالتها بسهولة. فإذا كانت عندنا الكريست هنا، فالمعادلة للمعادلات اللي موجودة عندنا بالطريقة التالية، هي عبارة عن Q تصريف النهائي Q1 plus Q2. Q1 قدي هاي وهي هي Q2. Q1 هو عبارة عن 2 على 3 C1 2G dot S تحت الجذر H زائد HV. HV هنا اللي هي HA اللي هي Velocity Head اللي ماخذ هي نفسها HA ما تختلف 3 على 2، وهذا كله عبارة عن H capital بالمعادلة عندنا ناقصا HV هو على 3 على 2. هاي هي الـ Q1. تحسب الـ Q2، الـ Q2 هو نفس المعادلة اللي موجودة عندنا الأولى اللي أخذناها اللي هي عرض المجرى المائي اللي تذكرونه. النتيجة النهائية Q راح يساوي عندنا الـ Q1 زائدا Q2، وهذه هي التعاريف ما تحتاج أن أذكرها لأنه أوريدي أنا شرحتها بيمن بالسلايدات السابقة. هذا كل المعادلات المطلوبة، المعادلات المطلوبة لحساب العرض المجرى المائي بالنهر أو المجرى المائي المطلوب. وبالتالي من خلال معرفة عرض المجرى المائي راح نعرف عرض البوابات المطلوبة في النهر، وبعد ما تعرف عرض البوابات ممكن نعرف منسوب ارتفاع الماء اللي يسمح بعبور تصريف معين. هذا من خلال هذه المعادلات الموجودة عندنا نقدر نصمم الناظم المشاء الهيدروليكي. إذا تذكرون إحنا بالمعادلات السابقة عرفنا شو نصمم أرضية المشاء الهيدروليكي أطوالها تفاصيل، لكن حاليا راح نصمم نفسه المشاء الهيدروليكي بحد ذاته بما يشمل من بوابات المهمة في النظر. ناخذ مثال بسيط على هذا الموضوع على مود نعرف شلون نصمم الناظم الهيدروليكي. عندنا ناظم هيدروليكي بياناته بالشكل التالي: تصريف عندي 35 كيوميكس اللي هو متر تكعيب بير سكن، هذا بالابستريم ماشي، وعندنا الووتر ليفل 29.53 الابستريم، يعني اذا عندنا هذا هو الابستريم، الووتر ليفل هنا 35 والووتر ليفل والبيد ليفل اللي عندنا 26.35، عندك داون ستريم ووتر ليفل اللي هو هذا داون ستريم ووتر ليفل 29.28 متر، وعندنا داون ستريم بيد ليفل 26.35. عندنا طول القناة موجود عندنا مهم جدا، طول القناة 20 متر وطولها من الداون ستريم، يعني منها طول القناة نعتبر هذا هو داون ستريم، منها لنا هو عندي 60 متر، يعني في بعض الأحيان اللي هو بالأب ستريم 20 بالداون ستريم عندي 60 متر. أول خطوة مهمة جدا نحسب الكلير ووتر واي اللي هو عرض المجرى الماء الصافي بالناظم على بافتراض أن CD تساوي 92. نشوف شلون نحل السؤال الأول، المطلوب الأول بهذا السؤال. المعادلة سابقا عندنا هذه هي المعادلة اللي Q تساوي 35 أو Q تساوي CD في S YT في تحت الجذر 4G H. هذه تصحيح بس صححوا يمكم، هاي مو 4 حسب المعادلة، هي 2 حسب المعادلة اللي موجودة عندنا. هاي أنا غلطان، أنا آسف جدا، هي المعادلة 2 وليس 4. نجي واحدة واحدة، لازم نعرف ما نعرف شنو هو الـ YT، إذا أريد أن نشنو الـ CD هو أرادي موجود عندنا قيمته،
والتصريف هو موجود عندي اللي هو 35، و ال H موجود عندي اللي هو التعجين الأرضي، والهيد هم موجود عندي يفترض. فالمجهول عندي هو الأس فقط. من خلال إذا عرفنا هاي كلها، يعني عوضنا هاي كل القيم اللي موجودة، ممكن نعرف العرض المجرى المائي الصافي عندنا، وبالتالي نقدر نعرف عدد الأبواب المطلوبة في النظم الهيدرولي. قلنا الواي تي هو ارتفاع الماء عند مؤخرة النظم، واي تي ارتفاع الماء عند منظمة النظم. وإذا تتذكرون بالرسم البسيط جدا وضحت عدي في السلايد الأول اللي هو هذا الواي تي اللي هو داون ستريم موتر ليفل ناقص البيت ليفل اللي موجود بالداون ستريم، اثنيناتهم بالداون ستريم، هذا هو الواي تي. الواي تي إذن حسب المعادلة المفروض هو داون ستريم موتر ليفل 29-28 29-28 وداون ستريم موتر ليفل 29-28 وداون ستريم بيد ليفل 26-35، الفرق هو مترتين وثلاثة وتسعين. إذا تتذكرون ال H كابيتال، ال H كابيتال بالمعادلة الأولى، خلينا أسوي صفحتين هنا. هذا هو ال H. ال H يساوي H small زائد H A. ال H small اللي هو upstream water level minus downstream water level. هذا ال H هو احنا ماخذينه حتى في المحاضرات السابقة، هو الفرق المنسوب الماء. لكن في هذه الحالة اللي يختلف عن الحالات السابقة، ملاحظة مهمة جدا عندما تكون الأبواب مفتوحة بتصميم النواظم، تختلف عن تصميم السمك الأقلية المنشأ الهيدروليكي بالنظريات السابقة. دائما ناخذ بالمحاضرات السابقة The worst case scenario اللي هو أسوأ حالة موجودة عندنا عندما تكون الأبواب مقفلة. لكن في هذه الحالة لا، يجب أن تكون أبواب النواظم مفتوحة لغرض تصميم عرض المجرى المائي للنظم وعدد الأبواب المطلوبة. لذلك هنا دائما يكون هناك من ماء في الواتر ليفل. لكن بالمحاضرات السابقة لا تتذكرون في حساب السمك أرضية المنشأ الهيدروليكي دائما ما يوجد مي مقفل البوابات. إذن هنا ال H small عبارة عن upstream water level minus downstream water level، وال H اللي هو velocity head سوف V square over 2G. راح نجي نحسب ال H اللي هو upstream water level. بالسؤال عندنا upstream water level، نجي وين ال upstream water level هو 29-53 ناقصا 29-28 اللي موجود عندنا اللي هو داون ستريم موتر ليفل. ممكن نقدر نحسب الاتش سمول. هنا حاليا قلنا الاتش سمول، اذا تذكرون بالسلايد الاول قلنا دائما في اغلب الاحيان تهمل لان قيمتها قليله، وبالتالي اني طرحتها. إذا بالتالي H كابيتال راح تساوي H زائد صفر، وبالتالي راح تساوي قيمة H. إذا نريد نعوض قيمة ال H هنا بقيمة المعادلة الأولى على اعتبار ال Q والتصريف موجود عندي 35، نقدر نطلع S اللي هو يساوي 5.86 اللي هو 5.86 متر اللي هو عرض المجرى المائي. هذا ال 5.86 ممكن أن تستخدم، ممكن أنه تفرضها كيفك، يعني من احتمال بوابتين على سبيل المثال، بوابتين على عرض 3x3، عرض كل بوابة 3 متر. طبعا هو هذا عرض الأبواب المنظمة تعتمد على من المنشأ، على المصانع اللي متوفرة عندنا. المصانع ممكن متوفرة عندكم مترتين ونص، ممكن متوفرة عندنا مترتين، فتضطر تخلي 3 أبواب، وممكن متوفرة عندك 3 متر ومتر 3 متر في نفس الوقت، هي تعتمد يعني. فالخمسة بوين ستة ثمانية ممكن نقرب إلى قيمة 6، وممكن نحتاج إلى تصميم بوابتين حسب المتواجد في السوق يعني. عندنا المعادلة، إذا أريد نعرف أنه طلب هذا، عرفنا أنه عرض المجرى المائي. إذا كان الفلو، if the flow under the gate is submerged
flow and the waterway is 6 متر. على افتراض انه عرض المتر الماي هو 6 متر. جد ارتفاع البوابة على افتراض ان CD هو 92. قد تحتاج ارتفاع ترفع البوابة اذا كانت عندك ال CD اللي هو الديسشارج كوفيسنت الديسشارج كونستانت ومعامل التصريف عندك 92 وعندما يكون عرض المجرى المائي هو عندك 6 متر. فبالتالي نقدر نطبق المعادلة التالية. هذه المعادلة اللي عندنا اللي هو CD في S في W 2 G في H. التصريف عندنا 35 CD هو عرض موجود 92.92 ال S موجود هو عرض المجرى المائي اللي هو 6 متر. الدبليو اللي هو احنا نريدها الارتفاع او العمق فتحة البوابات في 19.2 في جي في 25 اللي هو ال H. تاني نقدر نعرف الدبليو اللي هي تساوي 2.86. ماشي اخوان. المطلب الثالث والمهم جدا عندما تكون هناك وير كريست. قلنا وير كريست عندما تكون هناك كريست بالمحاضرات السابقة قلنا في حالة وجود كريست اللي هو العتبة اللي هنا اللي موجودة عندما يكون عندما تكون الناظم منسوبة يختلف عن منسوب المياه بالنهر. خلوني كريست قلنا هذا على مود تصدى لكل الرسوبيات اللي موجودة. في هالحالة لازم نطبق المعادلات اثنينات الـ Q تساوي Q1 زائد Q2. فحال حذاكرة ان وير كريست دائما نشوع عليه. اذا بدي اعرف هذا المحاضر اذا ذاكر لك C1 و C2 معناه انت لازم تطبق هاي المعادلات. حتى لو ما قلت لك اكو كريست لكن اذا لقيت بالسؤال اكو C1 واكو C2 معناه تطبق المعادلة اللي كريست دادنا اللي يساوي Q تساوي Q1 زائد Q2. فبالتالي تقدر تحسب من عدها العرض المجرى المائي المطلوب. فهو حسب المطلوب. If they use the sill under the gateway crest above the bed level of the canal, find the clear water one. احسب عمق المجرى المائي اذا كانت عندك الكريست. اذا تريد تحسب الكريست بالطريقة التالية لازم نطبق المعادلة Q يساوي Q1 زائد Q2. قلنا Q2 هي نفس المعادلة الاولى. المعادلة الاولى اللي عندنا في حساب الاس والكيو الثاني هذه المعادلة الجديدة. نريد نطبق المعادلة التالية Q1 2 على 3 C1 2 G S H 3 على 2 ناقص H A 3 على 2. وهذا هو المعادلة الثانية اللي هو C2 في S في Y T تحت جذر 2 G في H. نطبق ذلك المعادلتين وطلع النتائج اللي موجودة. ممكن تقدر تحسب المجهول هو الوحيد هو الاس اللي موجود عندنا هنا. فتقدر تحسب من عنده اس تطلع لك 8 متر اذا كانت اكو كريستا. هذا واضح هذا السؤال. هذا السؤال الاول هو المهم بسيط واغلب الاسئله تجي بالطريقه التاليه وتكون مبسطه. عندنا سؤال مهم جدا سؤال شويه مطول لكن مهم جدا في نفس الوقت احتاج ان اشرحه على مود أكمل موضوع الـ Hybrid Design of Regulators. So let us start with this one. So design a main canal head regulator. صمم الـ head regulator to draw لتخفيف الـ water from river لتخفيف الماء بالنهر خلال قناة اقتراب. ماشي. كل البيانات اللي موجودة عندك بطريقة تالية. عندك بيانات خاصة بالريفر خاصة بالنهر وعندنا بيانات خاصة بالمين كنال اللي هي القناة الرئيسية. فلازم تعرف اكو فرق بين الريفر. قلنا بالريفر دائما نخلي بها الكروس ريجوليتر والكنال دائما القنوات نخلي بها الهيد ريجوليتر. فحاليا احنا نحتاج نصمم الهيد ريجوليتر هو اللي تابع بالقناة وهذا مهم جدا تعرفه. يعني قلنا بالخطوات السابقة لازم نصمم قنوات الاقتراب بالخطوة الأولى. مهمة جدا تصميمها. إذا تذكرون هاي المعادلة قنوات الاقتراب معادلة مانينج موجودة عندنا.
البي دي اف مع هذا المايك هنطلعها منها. هاي المعادلات وانا كاتب كل التفاصيل هنا اللي تراجعها وعدكم اسويها اوريدي بالمحاضرات بالسنوات السابقه. الكيو 1 على ان في ار سكوير في الاس 1 على 2 في الاي. طبعا راح تعرف شنو الاس لاي اوفر بي، والبي تساوي البي اوفر ذني. كل المعادله اللي موجوده راح نجي نشرحها بالتفصيل المعادله التاليه والميل الطولي في نفس الوقت. اولا عندك طريقتين، اذا تريد تصمم القناة اللي موجودة دائما هو البي هو المجهول، البي هو المجهول، يا اما تفرض قيمة عرض القناة البي وممكن تستنتج وتقارن، بالتالي نفرضها نقدر نستخرج الكيو ونقارنها بالكيو اللي موجودة عندنا اللي هو discharge 10 متر تكعيب بير سكن، يا اما تخلي 10 متر تكعيب وممكن نستخرج البي من المعادلة في نفس الوقت. قلنا الاي هو عندنا الاي المعادله مالته احنا ذاكريه هنا مع بالرسم، هذه هي الاي، هاي الاي اي اوفر بي الكروس سكشن من البي زائد الام واي في واي، فهو الام هذا الميل والواي هو العمق الماء اللي موجود عمق الهيدروليكي اللي موجود بالقناه، والبي هو الفرضيه اللي فرضناها 5 متر. تعالوا نبدا نستخرج البي. تلاحظ انت 5 هو البي، وواحد ونص هو الميل، وواحد وجه 8.82 اللي هو موجود عندنا هنا بالمعادلة اللي هو depth of the flow and the river. تلاحظ انت هسه واحدة قبل ما ندخل للتفاصيل، هذا low discharge كيو، هذا الكيو عنده 46 متر تكعيب بير سكند، هذا بالنهر، هذا الفرق بين النهر وبين القناة، العشرة يجي بالقناة يجي يحتاجون 10 متر تكعيب بير سكند، لكن بالنهر عندي 46 متر تكعيب بير سكند، كلش مو. الووتر ليفل هنا 42.7 وهنا الووتر ليفل بالقناة 42.6 اللي هو أقل. عندنا البيد ليفل مال ريفر 40 والبيد ليفل مال القناة 40.38. عمق الفلو عند 82 وعمق الماي ديبت اوف ووتر 22 متر. كذلك الفلاد ديسشارج كيو 536. لاحظ انه الفرق الفلاد ديسشارج اللي هو بالفيضانات، ولاحظ اللو ديسشارج 46. هذا حقيقه ما نستخدمه في بعض التصاميم لانه مكلف جدا، هاي تجيك في فترات كلش طويله يعني عند الفيضانات هذا موجود عندنا. وهذا بقدر التفاصيل، وعدني كلش مهمة تعرف ان طول القناة يريدوها 100 متر والسلوب بالتصميم الى 8.7 سنتيمتر لكل كيلومتر. تالي عندنا الاي عاد فرض بي نستخرج اي، عندنا نستخدم بي نستخرج بي، البي اللي هو ويتد باراميتر، الميل البي هو الميل المنطقة الملامسة للماء، واللي عبارة عن هذه المنطقة الافقية وهذه المنطقة وهذه المنطقة. ممكن تجد بي نقدر نعرف ار، إذا عرفت أي وعرفت بي، أي أوفر بي تقدر تجد هو الأر هنا قيمتها. بالتالي تطبق المعادلة التالية راح تلاحظ أن 1 على بوينت 15 هو 15 اللي هو إن، الإن فرضنا أنه كونكريت فقيمتها بوينت أو 15، في 14.068 اللي هو الأريا، في 1.217 اللي هو الأر مرفوع 2.3، في الإس الميل الهيدروليكي. الاس اللي قيمة عندنا 8.7 توحيد الوحدات بس نحول للمتر وتقسمه يطلع لك القيمة مالته 87.10 × 10^5 مرفوع الواحد على 2، وبالتالي كيو طلعت لنا 9.97 قيمتها بناء على فرضية بي تساوي 5، وهاي القيمة هي قريبة مين؟ قريبة من 10 متر تكعيب بير سكند، اذا بي هي مستوفية للشروط. هذا هو تصميم تم تصميم البي حسب المعادلة التالية. هسه ننتقل الى تصميم عرض المجرى المائي الووتر واي اس، لكن قبل ما ننتقل لتصميم المجرى المائي لازم نعرف لازم ننقل منسوب الماء في نهاية القناة، في نهاية القناة اللي هو قريبة من الابواب، قريبة من الابواب. هذا شلون تجده مهم جدا تعرف منسوب الماء. منسوب الماء عند النهر تطرح من عنده الميل، تطرح من عنده
الميل، الميل ميل القناة لكل متر طول. فأنت إذا تلاحظ هسه 42.7 هو منسوب الواتر ليفل بالنهر، هذا منسوب المي، لكن المنسوب هذا لازم ننقله علما للقناة، فلازم القناة على مسافة 100 متر، فايش قد منسوبها عندك 8.7، فراح تنطرح المنسوب راح يقل بالتأكيد اللي هو 42.7 ناقص 0.87 على 1100 متر، يطلع لك المنسوب المهم جدا 42.69. هذا المنسوب جدا احنا نعتمد في عمل التصاميم. هاي خطوة كلش مهمة قبل ما تبدأ أي تصميم عرض مجرى الماء، لازم تنقل منسوب الماء في النهر إلى المنسوب الماء اللي قريب من البوابات. يعني دائما إذا تريد تعرف كم معادلة عبارة عن water level، الwater level، الwater level للريفر ناقصا S في L، ناقصا S في L، ال S هو موجود الميل الهيدروليكي للقناة، في L طول القناة. هو ليس هناك مفرق ولا شيء، إذا تلاحظ 40 87 من ذاك الفرق. البيد ليفل، إذا تريد تعرف البيد ليفل هسه حاليا، هسه الوتر ليفل 42.69 اللي هو نتيجة هذه المعادلة، اللي هو منسوب الماء بالقناة اللي قريب من البوابات، اطرح من عند 1.82 اللي هو عمق القناة، فراح نعرف انه البيد ليفل، البيد ليفل 40.87. هسه نجي نحسب الووتر واي اللي هو عرض المجرى المائي او عرض البوابات المطلوبة، كان نقدر نعرف عدد البوابات في نفس الوقت. معادلة عندنا سيدي نفس المعادلة، في S في Y T في تحت الجذر 2 G و H. نجي ل Y T، وعرفنا هو بالمحاضرات السابقة ال Y T هو ارتفاع الماء عند مؤخر الناظم، ارتفاع الماء عند مؤخر الناظم هو 42.6 ناقص 40.87. 40.87 إذا تتذكرون 40.87 اللي هو البيد ليفل اللي حصلناه، وال 42.6 المفروض داون ستريم، الاب الداون ستريم موتر ليفل اللي موجوده بالقناه اللي هو 42.6، 42.6 اللي هو ووتر ليفل اللي من القناه. انا اعرف الواي تي، الاتش عندنا سمول الاب ستريم موتر ليفل ناقصا داون ستريم موتر ليفل اللي هو يم القناه، اللي هو يم القناه اللي هو 42.69، 42.69 اللي هو هذا 42. نقلنا المنسوب، تذكرون نقلنا المنسوب من النهر للبوابات القريبة 42.62 ناقصا داون ستريم موتر ليفل اللي هو 42.6، 42.6 اللي هو هذا 42.6، 42.6. بالتالي نقدر نعرف H يساوي 0.9 متر. هذه هي ال H، لازم نحسب ال HA اللي هي velocity head ل V square 2G، واللي قلنا عليها قيمتها قليلة جدا، بعض الأحيان تعطى وبعض الأحيان لا تعطى، ممكن تحسبها، هي ليس بالضرورة إحسابها يعني تحسبها، لكن هاي بهذا المثال ضفت هنا علم تتعلم شلون تحسبها، اللي هي V square على 2G اللي هي تساوي 0.71 square على 2 في 9.18 واللي تساوي 0.026. وإذا تلاحظ قيمتك جدا قليلة هنا بالمعادلة التالية، velocity ال V تساوي Q over area، والكيو عندك موجودة والاريا موجودة عندنا حسب المعادلة، هاي الاريا اللي هو 14.06 والكيو هو 10، وتقسمها تطلع لك النتيجة، نتيجة الفيلوسيتي، والتو جي موجودة فيطلع لك ال H capital عبارة عن H small، عبارة عن H small 0.09 زائد V square over T G، يطلع لك وقيمة ال H capital. إذا بتعويض هذه النتائج بما المعادلة الرئيسية ممكن نستخرج S اللي هو 4.8، ال 4.8 هي عرض المجرى المائي بالمعادلة. بالتالي نقدر نستخدم بوابتين 2.4، أو ممكن تستخدم بوابتين أبو 2.5، يعني معناها 5 متر في نفس الوقت حسب ما متوفر عندنا بالسوق. فهذا إذا تلاحظ هاي 2.4 وهاي هي 2.4، وهذا عرض المجرى المائي، وهذه هي الدعامات اللي موجودة بين الأبواب. هسه لازم ننتقل لموضوع اللي discharge head relationship، لازم نعرف ارتفاع الفتحة العلاقة بين
الريتنج كيرف اللي هو سبق وشرحناه اللي هو العلاقة بين الهيد وعلاقة بين الديسشارج، أو ممكن نستخرج مع الدبليو، مهمة جدا نعرف هذا القيمة. نعرف الدبليو 1 شنو هي ودبليو 2، دبليو 1 مهمة جدا تعرف، ودبليو 2 راح نستخدم الكيرف بالتالي، الكيرف بالمعادلة اللي أنا أعطيتكم إياها. فلازم تستخرج إذا تلاحظ بالنهاية الفصل عندنا جدول، هذا الجدول هو هذا الجدول لازم نستخرج Q على Y1 3، وجدنا نستخدم نستخرج YT على Y1 من تجد هذا الكيرف وتجد هذا، نقدر نطلع W على Y1 من هذا Y axis، ممكن نستخرج W في نفس الوقت. لاحظ تقدر تطبق المعادلات Y1 شن هي Y2 شن هي في نفس الوقت، نقدر نطلع الQ، مهم جدا سبق وشرحتها بالكيرف، وقلت لك كيو، قلت لك كيو مهم جدا تعرفه، التصريف لكل بوحدة العرض، تصريف بوحدة العرض، يعني الكيو تقسمها على 4.8 على الاس اللي حصلنا عليها بالمعادلات بالحل السابق، ممكن تعرف بالتالي راح تعرف الكيو 2.88 متر مكعب سكند بير متر لكل متر طول. فبالتالي عرفت كيو وعرفت واي 1، طبق الكيرف اللي موجود عندنا اللي هو Q تربيع على Y1 تكعيب، زي ما Y1 تكعيب يطلع لك 14. نفس الوقت اللي يحتاج YT على Y1 اللي هذا هو لأن الكيرفات، لأن الكيرفات كل YT على Y1 راح يطلع لك 0.55 النتيجة النهائية. نطلع ال 0.55 نقدر نسقطها، هو تقريبا يصير بالمكان التالي هنا، مكان التالي، فراح نقدر نجد هنا القيمة قيمة الدبليو اللي هي تقريبا نصير 0.15، تجي 0.15 وعندك واي 1 تقدر تطلع من عندها دبليو. هذا النتائج مال هذا، هذا مو بالضروره، هاي تركوها حاليا، لا هذه حقيقه هي مهمه لكن مو هسه بهاي المحاضره راح اعطيكم اياها، راح نرجع لها لاحقا ان شاء الله، لكن هاي بالشابتر اللاحق بالهيدروليك جام. فهذا الحل هو اتركه او اهمله في الوقت الحاضر، مجرد المطلوب من عندك عرض المجرى المائي وفي نفس الوقت ارتفاع المجرى المائي المطلوب لتصريف معين. اكو مثال هم ضفت لكم هنا، انا ما راح اشرحه، هذا يبقى عليكم المثال، هو سهل في نفس الوقت وما يحتاج يعني شرح. واذا اي سؤال عندكم ممكن تزول رسائل على الجوجل كلاس روم اذا تحتاجون اي سؤال. انا اعتقد هنا احنا اكتفينا باكمال المحاضره المهمه جدا فيما يخص الهيدروليك ديزاين اوف ريجوليتر وتصميم المنشات الهيدروليكيه. شكرا جزيلا.